الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا السابع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط السابع وهو الشوط الخاص بالذلل في مسافة 6 كيلومترات من أشواط السرعة، أشواط التحدي، أشواط الإثارة. جائزة هذا الشوط سيارة تويوتا ستيشن جي للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. انطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع. نبحر مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة وما يحمله هذا الشوط من تحديات وإثارة في مسافة 6 كيلومترات مع أشواط الطفح. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، وأرى هناك أيضا اللي قادت المجموعة واندفعت بناموس هذا الشوط منذ البداية، الشايبة وبالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة راشد بن سعيد بالغافرية. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع العنود مع المركز الثاني، التابع لهجن العاصفة يقود هواذق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث بأرى الشايبة من الجانب الآخر، ولكن القدوم والتسلل، التسلل من الحذرة بشعار هجن زعبيل وبقيادة أحد الشباب راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع انطلاقة الحذرة اللي تسللت بدورها وانطلقت مع المركز الثاني وعينها على صدارة هذا الشوط. نتابع المركز الرابع، التحديات مستمرة، وأرهني الهدة، أرى الهدة مع المركز الرابع، من هدة منذ البداية تنطلق مع التحدي مع الإثارة وبهذا الشعار، شعار هجن الرياسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي المضمر البارع أيضا، من يتابع انطلاقة الهدة. ومع المركز الخامس أرى القدوم لجواهر بالشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيار العامري، من يتابع انطلاقة جواهر مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للخمس المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة، وأرى الحذرة، أرى الحذرة اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة في أشواط السرعة، أشواط الطفح، الحذرة وبالشعار هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع هذا الانطلاق المثير، هذا التحدي الجميل. العنود تعاند مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير. الثنتين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات، والتسلل للهدة مع المركز الثالث التابع لهجن الرياسة وبقيادة أحد الشباب عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، متابعا لانطلاقة الهدة مع المركز الثالث. رابع التحديات القدوم من جواهر، من تنطلق مع المركز الرابع بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، من يتابع انطلاقة جواهر. المركز الخامس من الجانب الآخر، التحديات مستمرة، الانطلاقات رائعة، وأرى هناك الشايبة، أرى الشايبة تنطلق مع المركز الخامس بشعار سمو شيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة راشد بن سعيد بالغافرية. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة في هذا الصباح الجميل، ومع أشواط السرعة، أشواط الطفح. يا سلام يا سلام يا سلام، نعود مع الصدارة، نتابع البداية، والعنود عاندت الجميع مع هذا الانطلاق المثير، العنود وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة وبقيادة الواثق
حمد بن راشد بن غدير الواثق من قدراته دائما مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات الجميلة. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني والقدوم والتسلل، التسلل في هذه اللحظات من الحذرة من الحذرة من تسير أيضا بكل حذر، وانطلاقتها مع المركز الثاني وبهذا الشعار شعار هجن زعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، والمشاركة الأولى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا بالجميع بجميع المشاركين، هذا الشعار اللي قدم عشاق في هذا المهرجان. يا سلام، يقدم الحذرة في هذا الصباح الجميل. يا سلام، نتابع المركز الثالث، ومع المركز الثالث التحديات ايضا والقدوم من الهدة اللي بدت تنهد في هذه اللحظات. يا سلام، مع المركز الثالث الهدة وبشعار هجن الرئاسة وبقيادة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي. من يتابع انطلاقة الهدة. المركز الرابع القدوم، يا سلام، ارى هني اسم جديد بدا يتدخل في هذه اللحظات المايديه مع المركز الرابع المايديه لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان وبقياده الجنتلمان احمد بن خلفاب الصايغ المزروعي. من يتابع انطلاقه المايدية مع المركز الرابع خامس التحديات القدوم من جواهر. من تنطلق مع المركز الخامس جواهر وبشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، وبانت المنصة المتر الأخير والخطير. نتابع الصدارة، نتابع البداية. بدت الأمور تشتعل بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والتحديات من العنود. ولكن أرى نتابع الحذرة يا شاء الله تبارك الله، الأداء المتميز والعرض الجميل. الحذرة تنطلق بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار هجن زعبيل. من ينطلق على الصدارة مع الحذرة يا سلام، تسير بخطى ثابتة لانتزاع السيارة المركز الثاني أرهناك العنود من هجن العاصفة، يقودها حمد بن راشد بن غدير. ومع المركز الثالث يا سلام ولكن نعود مع الصدارة. ما شاء الله تبارك الله، انطلقت الحذرة، سارت بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن زعبيل ولمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. اشكرك على هذا الحضور المتميز، وها هي الحذرة تنفرد بناموس هذا الشوط. سلام هجن زعبيل، سلام دبي، سلام، تحية واحترام. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني العنود من هجن العاصفة. المركز الثالث جواهر لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع تصل فيه الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الخامس بشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتهنية لهجن زعبيل على انتزاع الحذرة المركز الأول من انفردت بناموس هذا الشوط وقدمت العرض الرائع. تهانينا لهجن زعبيل ولمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 20 ثانية 50 تزمن الثانية. تهانينا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. العنود تقطع المسافه في 9 دقائق 27 ثانية 28 جزء من الثانيه. الثاني للهجن العاصفه والثاني للواثق حمد بن راشد بن غدير. جواهر تصل مع المركز الثالث 9 دقائق 27 ثانية 54 جزء من الثانيه. الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لسالم بن حمد بن هيان العامري.